حزز جهاز المناعة. Boost Immune System. الحمضيات. Citrus. مصدراً أساسياً لفيتامين سي. فيتامين سي يساعد على بناء نظام المناعة في الجسم. فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء وهي مفتاح مكافحة الالتهابات والعدوى. تشمل الحمضيات الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون والليمون الحامض. الفلفل الأحمر الجرس. Red Bell Pepper. الفلفل الأحمر الجرس يحتوي على ضعف ما تحتويه الحمضيات من فيتامين سي. الفلفل الأحمر الجرس مصدر غني للبيتا كاروتين المهم للحفاظ على صحة العين والبشرة. البروكلي غني بالفيتامينات A وC وE والمعادن بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى. يعد البروكلي من أصح الخضروات. الثوم ضروري لصحتك. وفقا للمركز الوطني للصحة التكاملية والتكميلية، الثوم مهم لمكافحة الالتهابات. يساعد الثوم على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين. خصائص الثوم التي تعزز المناعة تأتي من التركيزات العالية للمركبات المحتوية على الكبريت مثل الأليسين.